Clio 5 a été lancée en 2019 et la version restylée a été lancée en صيف تاع عام 2023. اليوم راح نتعرفوا على لي نوفوتي اللي جاوا مع هاد لا فيرسيون روستيلي من حيث لاسبي اكستيريور لاسبي انتيريور لي زيكيبمون جدد اي اوسي اي سورتو لي موتوريزاسيون. التغيير الكبير نشوفه على مستوى الواجهة الأمامية والتي عرفت إدراج لو نوفو لوغو نيو ريترو دو رونو اون كالندر إيلارجي والتصميم الجديد للأضواء الأمامية 100% LED. على هذا المستوى نلمحو أيضا اون نوفيل سيناتور لومينوز على شكل ان لوزونج انفيرسي بالإضافة إلى اون لام دو تيب فورمول 1 اللي عطات لهذه السيارة لمسة رياضية. إبداع المصمم الفرنسي جيل فيدال لا يقتصر على الواجهة الأمامية، نلاحظ أيضا في الجانب الخلفي لو نوفو لوغو دي بلوك أوبتيك ترانسبارون. صندوق الأمتعة ما تغيرش بالنسبة للجيل السابق حيث يتسع إلى 391 لتر. Sous le capot, nous voyons le moteur E-Tech hybride, قوة 145 حصان. Ce groupe motopropulseur يحتوي على محرك 4 سيلاندر بقوة 94 حصان بالإضافة إلى محركين كهربائيين بقوة 45 و20 حصان. داخل المقصورة لا كليو 5 فاز 2 اون انسترومونتاسيون 100% ديجيتال وين نقدروا نتحكموا بكل تفاصيل السيارة. عندنا 3 مود دو كوندويت ماي سانس سبور اي ايكو. نقدروا ايضا نتحكموا بسلاسة المقود من خلال ثلاث خاصيات كونفور Régular et sport. Le mode d'affichage est بدل على حساب le mode de conduite. La Clio 5 phase 2 تحتوي على 20 aides à la conduite parmi lesquelles on peut citer la caméra 360 degrés, le park assist et l'active driver assist. La Clio reste donc au niveau 2 de la conduite autonome. من بين الخصائص الاخرى نقدر نذكر ايضا la climatisation automatique. La carte main libre et le chargeur par induction. Renault Clio تعطيكم الاختيار ما بين عدة محركات واللي هي لو 3 سيلاندر SCE بقوة 65 حصان، لو TCE 90 حصان avec turbo et le TCE 100 حصان بكربوراسيون اسانس اي جي بي ال. وبالنسبة لمحركات الديازل نجد محرك 1.5 لتر بلو دي سي بقوة 100 حصان. محرك الايتاك هبريد يهدي ان كونسوماسيون موايان دو 5 لتر 1 دونز ان سيكل ميكست. تجربة قيادة كليو 5 فاز 2 تجدونها بأدق تفاصيلها على موقع موتورز الجيري.